الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. كتاب الوخريص باب الصدقة قبل العيد. باب الصدقة قبل العيد، يعني الصدقة تكون صدقة إذا أخرجها قبل العيد. باب الصدقة قبل العيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن إياس من الثقات الأزبات رواه الجماعة. قال: حدثنا حفص بن ميسرة من الثقات الأزبات رواه الجماعة. قال: حدثنا موسى بن عقبة وهو أيضا من الثبات من الثقات رواه أصحاب الكتب الستة. عن نافع أثبت الناس في ابن عمر. النافع أثبت الناس في ابن عمر. نعم. عن ابن عمر، عبد ابن عمر من عبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وروى أيضا بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه سعد بن مالك بن سنان من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأخت والتمر. فانظر هنا قال: كان طعامنا. ولذلك بعض العلماء قال: كل قوت البلد يخرج منه. هذه تبين لنا، يعني أخذ بها المصنف للكلام على زكاة الفطر وآخر وقت لها، وقت الخروج آخر وقت لها. فمتى تجب صدقة الفطر؟ ثلاث أقوال: أصحها أول يوم العيد، أول ليلة، أو بأول ليلة العيد عند غروب آخر شمس، غروب شمس آخر يوم من رمضان. وقيل تجب عند طلوع الفجر، لأنه الفطر الحقيقي. وثالثة: بغروب آخر يوم شمس آخر يوم من رمضان، وأيضا بطلوع الفجر. رضي الله عنك ومن أحسن الله لك. وعند المالكية أربعة أقوال، أشهر هذه الأقوال: ليلة الفطر وطلوع الفجر ويوم طلوع الشمس وما بين الغروبين. والثمرة في هذا الباب: التي ولدت أو مات أو أسلم أو بايع فيما بين ذلك، يعني في التوقيت. والصحيح أنه يعني تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، وأفضل الأوقات في خروجها بعد طلوع الشمس، قبل أن يخرج الإمام، أو بعد طلوع الفجر قبل أن يخرج الإمام إلى الصلاة. وعند الحنفية قالوا بأن التوقيت من أول يوم الفطر إلى آخره، من أول يوم الفطر إلى آخره. وهذا الكلام فيه نظر كبير جدا، كما سنبين النص الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فالحنفية قالوا في أول يوم من أيام عيد الفطر إلى آخره هو محل لخروج الزكاة، والمعنى أنه تخرج الزكاة سواء كان قبل أو كان بعد، يعني سواء كان قبل صلاة الإمام أو بعد صلاة الإمام. والصحيح التنصيص من كلام الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رواه البخاري قال: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها أو أداها بعد الصلاة فهي عليكم السلام وبركاته، فهي صدقة من الصدقات. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. والصحيح كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى. وهذه كما قلت من أعدل الأقوال، أن آخر وقت لها هو خروج الإمام إلى المصلى، وإلا فإنه إذا أخرجها بعد ذلك كانت صدقة، لأن ابن عباس قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وإن لم يؤديها في وقتها يلزمه القضاء. قال سعيد بن مسيب وغيره، قال ابن مسعود: إذا خرج
إلى الصلاة تصدق بشيء. وقال عطاء الصدقات كلها يعني قبل الصلاة. قال ابن عباس الصدقة قبل الصلاة زكاة مقبولة، وبعد الصلاة هي صدقة من الصدقات فتكون قضاء، فتكون قضاء. ولذلك قال علماؤنا تأخيره عن الصلاة مكروه عند أبي الطيب، تارك للأفضل عند البندنيجي. من أصحابنا من قال لا تجزئ إن كانت بعد الصلاة، وهذا الأقرب دليل، لا تجزئ إن أخرجها بعد الصلاة. وهذا حديث، حديث ابن عمر أنه قال أمر رسول الله أن النبي أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى. ولذلك أبو سعيد الخدري قال كنا نخرج الصدقة على عهد رسول الله يوم الفطر. يوم الفطر محل عشان نقول أن حديث أبي سعيد الخدري ليس فاصلا، لأنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر. يوم الفطر اليوم بأسره من طلوع الشمس إلى غروب الشمس هو اليوم، يبقى معنى ذلك أنه, أنه, أنه اليوم من طلوع الشمس إلى غروب الشمس محل للزكاة، محل للزكاة. هذا ظاهر حديث أبي سعيد الخدري، ولكن يقيد هذا أو يخصصه قول ابن عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي الزكاة قبل خروج الناس إلى المصلى. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نؤدي زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى. وهذا الراجح الصحيح عند قول الجمهور، وهو أن الصلاة تكون قبل الخروج إلى المصلى، خروج الإمام إلى المصلى فتكون زكاة، وإن كان بعد ذلك تكون قضاء، تكون صدقة من الصدقة لا تكون زكاة. وابن مسعود أعلم الناس بذلك وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله يوم الفطر صاع من طعام، وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وقد قلنا بأن أبا سعيد خالف معاوية عندما قال يعني مد بمدين من سمراء الشام، لا عليكم السلام وبركاته، من سمراء الشام. قلنا بأن هذا اجتهاد من معاوية ولا اجتهاد مع النص. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وزاد قال وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، وهذا فيه دلالة على أن الشعير قوت وأن الزبيب والتمر يعني تخرج لصدقة الفطر. الأقط فيه خلاف، لأن البعض قال الأقط هذا يكون عند عدم وجود غيره، يعني قالوا الأقط مجزئ عند عدم وجود غيره، والبعض قال لا يجزئ مطلقا، وتفصيل عند الشافعية كوجوه المذاهب. والصحيح الراجح أنه يجزئ، لأن أبا سعيد قال ذلك بأنه كان يخرج ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وقال صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، يعني الأقط أيضا من الطعام من القوت. فيبقى إذن دلالة واضحة جدا على أن الأقوات مخير بينها. هذه المسألة الثانية في الباب، أن الأقوات مخير بينها، يعني هو مخير بين أن يخرج الزبيب أو التمر أو الشعير أو الأقط له ذلك. والطعام يقع على الشعير لأنه كان غالب القوت، والطعام هنا يقع على الشعير لأنه كان غالب القوت. يبقى إذن هذه المسألة الثانية بأنه له تنويع إخراج صدقة الفطر بين الأقوات، وأن الأقط أيضا من الأقوات التي يخرجها المكلف كصدقة للفطر وتجزئ بذلك على الراجع الصحيح. وإن كان كما قلت الإمام البخاري أراد أن يلمح ويلفت الانتباه إلى أنه الخلاف فيه ظاهر، وبعضهم قال لا يجزئ أصالة، والصحيح أنه يجزئ وأنه كالشعير والزبيب، لأن أبا سعيد الخدري قرنه به وقال وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. الفاظ مصنبطة. العبادة المؤقتة بوقت لا يجوز أن تعمل لا في خارج الوقت بعدية ولا قبل الوقت، ولذلك إخراج الصدقة مؤقت بتوقيت، فمن تعدى التوقيت لا يقبل منه.
لذلك ابن عباس قال فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، يعني ليس زكاة. الفائدة الثانية، الراوي أعلم بما روى، لأن أبا سعيد الخدري أعلم، هو قال طعامنا كان طعامنا يومئذ الشعير. والتصريح في قوله أمر بزكاة، نعم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. لكن الفائدة الثالثة، الفعل مقرونا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أو ملحق بزمن مضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الرفع. الفعل أو القول إن كان مقرونا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم فحكم الرفع. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّة.